طقس العرب في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم هذه النشرة الجوية، نقدم لكم من المنزل، نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة. خلال الساعات القادمة بحول الله تبقى المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية في كل من منطقة حائل والقصيم وأيضا أجزاء من منطقة الرياض وحفر الباطن وأجزاء أيضا من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية. كل هذه التشكلات الرعدية يتوقع أن تكون خلال ساعات عصر ومساء نهار اليوم الأربعاء. حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة خلال يوم غد بإذن الله، أيضا تشمل العاصمة الرياض خلال ساعات مساء اليوم الأربعاء تحديدا، لكن تكون بشكل عام خفيفة الشدة، لكن تكون أقوى بالمجمل في منطقة القصيم وحائل وحفر الباطن وأيضا أجزاء من المنطقة الشرقية. أيضا خلال الأيام القادمة واعتبارا من نهار اليوم تحديدا، هناك ارتفاع كبير على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، وبالتالي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في المنطقة الشرقية اعتبارا من نهار اليوم وخلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع حاجز 40 درجة مئوية، بالتالي تكون الأجواء شديدة الحرارة وحارة بشكل لافت في عموم تلك المناطق. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.